صباحك الله بالخير ابو علي. مساك الله بالخير. في عندك مفاجأة حاب تراوينا اياها ابو علي اليوم؟ اي في مفاجآت حقيقة، وان شاء الله في بعد ان شاء الله شويات بعد، وفي الافضل منه. فوش حاطنهم ابو علي؟ والله حاطنهم في خيشة بس. الله يا ابو علي. هذه طبعا اهداء لحكاية متابعين حكاية تلقى. ابو علي مو قادر تشيلهم على غير العادة ابو علي. ليش ثقال؟ العملية له ثقال الصراحة. الله والله يا ابو علي وش شايل؟ لا 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 انا متابعينك يا ابو حسن، متابعين القناة. ايوه وبالاخص طبعا اهل المغرب طلع ابو يحبهم واجد ابو مهدي. يعني ما في تغيير لاهل تونس ابو علي؟ اهل تونس واهل مصر، ترى اهل تونس والمغرب والجزائر واحد ابو علي زي الخليج. صحيح بس لا المغرب في حب يعني خاص. الشمس كيف؟ الله ذكرني بفيروز ابو علي. شايف البحر شو كبير؟ اوف الله. وسع الملعب ابو علي. وسع الملعب واعطي ابو مهدي واحده. تفضل يا ابو مهدي. وسعنا الملعب ونزلنا المنتب ابو علي اليوم، وهذه الصوره الجميله. وايش رايك فيه ابو علي؟ ابو علي نو خده صراحه ابو علي. ليش هذه صفرة ابو مهدي؟ انت خبير يعني من تحت ديك صفرة. يلا الحجم اكبر. لا حبيبي ها قول ليش السبب. المايه اصفر. هذه ذكر اللي عندك اللي عند ابو علي. ايوه اي زوجهم زوجهم عادة الحجم كذا يكون. زوجهم ابو علي. يا سلام ما شاء الله. كم تتوقع ابو علي وزن هذه؟ تقريبا يعني تجي 10 ابو مهدي. 10 اتوقع 10 اللي صيتها في نيله. ايه قديك 10 يعني بالراحه. ونص وقطع وقطع.